أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من فقرة وش في أخباركم؟ وش في أخباركم أن حصيلة المصابين فيروس كورونا ترتفع إلى 534 حالة مؤكدة بالمغرب إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين 30 مارس، وأن عدد الوفيات وصل 33 حالة وفاة فيما سجلت 14 حالة تعافي بالمغرب. واش في خبركم أن المركز السينمائي المغربي قرر يقدم عبر شبكة الإنترنت مجموعة من الأفلام المغربية الطويلة، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 31 مارس أراك الفراجة. واش في خبركم أن وزارة التربية الوطنية تؤجل العطلة الربيعية وتقرر مواصلة التعليم عن بعد بسبب كورونا؟ واش في خبركم أن البنك الشعبي يؤجل أقساط السكن والاستهلاك لمدة 4 أشهر من مارس إلى يونيو بسبب كورونا؟ واش في راسكم أنه تم إطلاق برنامج لدعم استثمارات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تستثمر في مجال تصنيع المنتجات والمعدات المستعملة في مواجهة جائحة كورونا؟ إلى هنا وصلنا لنهاية الفقرة. إن شاء الله غدا كنضرب لكم موعد جديد في حلقة جديدة في حدث جديد وأخبار جديدة في مكتها. إلى اللقاء.